رجعتي شغلتيني. انا عملت مقال عن صار هذا الرجل اللي عمل الجريمه المزره في مسجد النور في نيوزيلندا، فكتبت مقال عن الارهاب، فتبين انه نحن ما عندنا ارهاب، حتى مع اننا نؤمن انه في عندنا ناس منحرفين ومارسون الارهاب، لكن انا وضعت بالارقام وجدت انه حتى الارهابيون الان اللي بنعتقد انه هن ارهابيين ومارسوا اخطاء في سوريا، نسبه ارهابهم الى ما فعله بشار الاسد لا تتجاوز 3%، ليس دفاعا عنهم، لكن الحقيقه الارهاب الحقيقي هو ما يجري على يد غير المسلمين. فانا لما بتكلم عن 70 مليون في الحرب العالميه الثانيه، لما بتكلم عن 15 مليون ل 20 مليون في الحرب العالميه الاولى، فعملت احصائيات هيك كبيره وعظيمه والله، وذكرتها بالمقال، ان شاء الله بتشوفوا المقال وبننشره باذن الله. ايضا هذا من الامور اللي نتفق عليها انها من اشراط الساعه وحدثت منه حديث السنوات الخداعات، ستكون سنوات الخداعات يؤمن فيها الخائن ويخون الامين ويتكلم الرويبضه. يعني لما بيحكم واحد مثل بشار الاسد هذا مو خائن، لما بيجيب ايران صاحبه المشروع الصفوي وروسيا صاحبه المشروع الارثوذكسي الغربي، يربوا اولادنا. تروحوا شوفوا المدارس اللي عم يفتتحوها والمنح اللي عم يعطوها لموسكو، فعلا اولادنا بخطر هون وهنيك وكل مكان. هون بلد منفتح الحمد لله، بلد مسلم هون، هذا من فضل الله علينا وبكفي نحن عايشين وعم نسمع الاداء مثل ما انتم شايفين، لكن بلد منفتح بدنا نحافظ عليه. هناك من ينشر الالحاد في حريتهم، انتبهنا، هناك من يشكك بالدين، فعلينا ان نحفظ اولادنا، وهنيك اولادنا في خطر في ايد خبيثه عم تربيهم. طيب لما بنجيب ايران بنسلمها بلادنا، وقاليد الحكومه بنجيب روسيا بنسلمها بلادنا وخيراتنا، ومن اجل ميناء طرطوس 50-60 سنه، ومن اجل ميناء اللاذقيه لايران 50-60 سنه، طرطوس لروسيا، وبالاخير شو بدنا احنا؟ هذا مو خاين؟ هذا مو خاين لما بيجيب 50-60 عصابه مشان يحموا له عرشه، وبعدين بصير طرطوس هو ما بيقدر يشرب كاسه المي الا باذنه، هذا مو خاين؟ هذا كل سنوات الخداعات. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر. لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. منه حديث تقارب الزمان والمكان والأسواق. تقارب الزمان، هلا نحن اليوم الخميس، شوفوا هلا ما بتشعري إلا إجا الدرس تبعي الأربعاء الجاي. زمان صار متقارب، أو بتقدري تقولي يعني راحت البركة، أو بتقدري تقولي نحن الآن يعني أنفوزي 7 ساعات 8 ساعات صارت في شيكاغو. وينك وين شيكاغو؟ وينك وين شيكاغو؟ يعني درسنا هلأ الساعة، ما بلشنا كان الساعة 7 عندهم، بعيدة في الطرف الآخر من الكرة الأرضية. طيب بطيارة المدينة قديش بعيدة؟ اسطنبول تبعد عنا 1000 كيلومتر تقريبا هلأ، بتروحي بساعة ونص بتلاقي حالك وصلتي. الله أكبر، هذا تقارب الزمان. زمان تقارب، تقارب المكان كمان هذا يعني بهالمعنى، انتبهنا، تقارب الزمان، تقارب المكان، والأسواق، تقارب الأسواق. هلأ بدك تدخلي على أي سوق في شنغهاي بأمريكا بكذا بألمانيا، معمل سيارات بدكم توصوا على سيارة الله يوسع عليكم إن شاء الله، BMW ما بعرف شو، بتدخلوا على النت، بتدخلوا على حتى الجهائز، واحد معه مصاري أي سوق، واحدة بدها تجهز بنتها من باريس تدخل على أي سوق في أسواق باريس، ماركات عالمية، بتدخل تعمل هيك وبتطلب وبتحول على الفيزيت كارد وبتدفع وبيصالها لباب بيتها.
شو رأيكم؟ شو رأيك بنتي؟ هذا كله من علامات القيامة. تفضلي بنتي تفضلي. السلام عليكم. سلام. ومنه أحاديث فشو الجهل. فشو الجهل، انتشر الجهل أم لا؟ انتشر. إيه والله انتشر الجهل. في أكثر من الجهل؟ هي تحدث تكلموا الرويبضة، ناس ما ناس التافهة بصير هي بيكون جاهل ما بفهم شيء بده يبرك يعني. وشو الزنا؟ انتشار الزنا. وشو التجارة؟ التجارة صارت وين صارت؟ هي عم نحكي عن تقارب الأسواق. كثرة المال حتى يكسر فيكم المال فيفيض. تسمعي والله فلان بيملك ما بعرف كذا مليار. أنا والله شفت هذاك اليوم، مو هذاك اليوم يعني، كنا بسوريا مرينا على الرقة لما كنا بسوريا قبل الثورة طبعا كذا، ناس طلعوا معي على العمرة وعزموني. شفت قصر البنات هنيك بالرقة، اللي بيعرف في قصر اسمه قصر البنات في الرقة. اي والله أنا شفت الإمكانيات يلي بقصر البنات. نحن أفقر واحد عنا غني أكثر من هارون الرشيد. أفقر واحد يعني بالحضارة يلي عنا، شلون المي بتجي وبتم باردة وكذا. اي نحن ما عنا إلا مكيفات وعنا وشغلة سبحان الله. يعني حتى هلأ جمال عبد الناصر، ما أني ما بحبه، رئيس مصر ورئيس مصر وسوريا بفتسعة وخمسين للوحدوستي، روحوا عملوا معرض للسيارات بالشام. اي والله أنا السيارة اللي شفتها اللي شفتها بيركبها ما بقبل أركبها أنا. فنحن قديش بخير الآن، ما لنا شاعرين. فهذا كسرت المال، كسرت المال. طيب كمان إذا بدنا نذكر في أحاديث كثيرة، لو أنا ما يعني ما لي ذاكرة هوني، هناك أحاديث كثيرة فشو المطابع كمان بمعنى الكتابة عفوا. يعني المطابع الآن انتشرت بشكل كبير، والآن أنا بكتب هلأ بكتب مقال على النت بيروحوا بيقرأوه من كل أنحاء العالم، انتبه بيقرأوه كل أنحاء، لأنه هذا الفيسبوك وهذا الأي وهي المواقع كل هاي، هذا أيضا من علامات قيام الساعة. في أحاديث كثيرة عن قيام الساعة سنأتي عليها واحدة واحدة بإذن الله وتنسروا. يعني فعلا الإنسان بيشوف إنه هذا الدين الحق. شلون عاش النبي صلى الله عليه وسلم معنا؟ شلون عم يحكي لنا هالأشياء؟ ما عاش فيها صلوات الله وسلامه عليه. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ضياع الأمانة. واحد بيقول له لواحد فضل أخي هالقرشين خلي لي يوم بيطلع على الحج، بيرجع بيقول له مالك معي شيء، هي ضياع الأمانة انتبهنا. طيب وما إلى ذلك. وما حنتناوله حنتناوله. لا 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 أعور الدجال، لا 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 ما بيجوز، لا 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 حنتناول موضوع الدش فيه إشارات له. طيب أنا برأيي نوقف هون. لا ما خلصت المحاضرة، نكمل هدول القواعد يعني أول ربع ساعة ثلاث ساعة. أربعة جايين ثلاثة ونص إن شاء الله، لأنه أخوات في عمر الدرس. ثلاثة ونص يوم الأربعاء. طيب نحن منأجل بس شايفون يلي طلبوا ما لهم موجودين. مصبحي والله مصبحي ما بنقدر. فيدي هذا الله يبارك فيه بنتي والله مصبحي ما